والآن مشاهدينا الكرام نتعرف معنا على أحوال طقس الغد. مرفت المليجي أهلا بك. شكرا سحر وأميمة وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات ومدن الجمهورية. في القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، الإسكندرية 31 24، مطروح 30 23، بورسعيد 32 26، إسماعيلية 37 24، السويس العظمى 37 والصغرى 25، العريش 33 26، طابة 36 24، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 39 28، الأقصر العظمى 41 والصغرى 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 42 27، شلاتين 38 27، وأخيرا حلايب 36 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.